السلام عليكم، معكم صابر فيتنس بالدارجة. في هذا الموضوع ديال اليوم غادي نهضر على العادة السرية أو الممارسة الجنسية والعلاقة ديالها بالرياضة. خليكم معايا. أول حاجة خاصنا نعرفه بلي أهم هرمون اللي كيتحكم في نمو وقدرات العضلة هو التستوستيرون، وملي كنديروا الممارسة الجنسية بأي طريقة ديالها فهرمون التستوستيرون كيطلع خلال الممارسة ولكن كيهبط من بعد القتل. داكشي علاش الناس كيقولوا بلي الممارسة الجنسية عندها تأثير على الأداء الرياضي وعلى النمو العضلي. هادشي بطبيعة الحال كيبقى غير نظريا، أما حسب الدراسات فلقاو بأن نسبة تغير التستوستيرون كتكون قليلة بزاف لواحد الدرجة اللي ميمكنش لها تأثر ليها على الأداء الرياضي وعلى النمو العضلي. فرحت على الجنون، ولكن بلاتي هذا راه غير التستوستيرون، مازال كاين بزاف ديال الهرمونات اللي عندها علاقه ما بين الاداء الرياضي والممارسه الجنسيه. دابا غادي نشوفوهم كاملين. فملي كتسالي الممارسه الجنسيه او من بعد القذف في الجسم كيفرز واحد الهرمون سميتو ليوتروبين او اللي معروف اكثر بسميه البرولاكتين، وكيبقى في الجسم ما بين 10 حتى 20 دقيقه. هاد البرولاكتين واحد البروتين معروف حيث هو اللي كيخلي البزوله انها تفرز الحليب، وملي كيكثر هرمون البرولاكتين في الجسم فالهرمونات الجنسيه بحال الاستروجين عند العيالات والتستوستيرون عند الرجال كيهبط. داكشي علاش عند الرجال ومن بعد القذف فكيفقدوا هذيك الرغبه الجنسيه وكيحتاجوا واحد شويه ديال الوقت باش تعاود ترجع، وهادشي بالنسبه للدراري والرجال راكم غادي تكونوا عارفينه. واحد الحاجه اخرى هو ان كانوا داروا شي تحاليل ولقاو بان هذا الهرمون ديال البرولاكتين كيكثر بزاف ملي تيكون الواحد ناعس. باش يتاكدوا اكثر من علاقه البرولاكتين بالناس فشدوا البرولاكتين هذا البروتين ودقوا لشي حيوانات ولقاو بان غير كيدقوا لهم هذا البرولاكتين كيحسوا بواحد العيا رهيب ديك الساعه نيت. وهذا الشيء كيفسر علاش الرجال كيحسوا بواحد العيا من بعد القذف حتى هو. واضافه على هذا الشيء فملي كيطلع هرمون البرولاكتين كيهبط هرمون واحد اخر اللي سميتو الدوبامين، وهذا الهرمون هذا كيتحكم بزاف في المورال في الموتيفاسيون وفي اتخاذ القرارات. واحد جوج هرمونات واحد اخرين كيتفرزوا حتى هما من بعد الممارسه وهما الاوكسيتوسين والفاسوبريسين، وهاد جوج هرمونات كيتفرزوا بزاف مع الميلاتونين، وكاملين كنعرفوا بان الميلاتونين هو هرمون النعاس. المهم هاد الاوكسيتوسين او مؤخرا ولاو كيقولوا له هرمون الحب، التاثير ديالو على الجسم هو انه كينقص ستريس وكيخليك ترخى وترتاح. اما الفاسوبريسين فهو واحد الهرمون أنتي ديوريتيك، أي أنه كيخلي الجسم يشد الماء، وداكشي علاش الطونسيون أو الضغط الدموي كتكون طالعة سيرتو في وقت النعاس بالليل. ومازال هرمونات بزاف تا هما بحال السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، وواحد المادة كيميائية اللي هي النوريبينفرين واللي كتزيد من دقة القلب. داكشي علاش الدراسات لقاو أنك بلي كتريني من بعد الممارسة الجنسية فأن دقات القلب ديالك كيطلعوا أكثر من اللي كتريني بلا ما تكون ممارسة جنسية. المهم من هذا الشيء كامل اللي غادي نفهموه هو أن الممارسة الجنسية أو العادة السرية ما كيكونش عندها واحد التأثير مباشر على العضلة ديالكم، ولكن تقدر تأثر على الأداء الرياضي ديالكم إلا مارستوها بوقت قليل قبل الحصة. فديك التخليطة ديال الهرمونات اللي كيفرزها الجسم ديالك من بعد القذف كترخيك وكتجيب لك النعاس، تقدر ما تخليكش تمشي للصال، وحتى في حالة إذا مشيتي ما كتكونش موتيفي، ولما كنتيش موتيفي ما كتقدرش دير حصة زوينة، وإلا ما درتيش حصة زوينة ما تقدرش تحفز العضلات ديالك أنهم يكبروا، وحتى الأداء الرياضي ديالك حتى هو ما غتقدرش تحسن. اما فيما يخص نسبه التستوستيرون فكما قلت لكم هذا الانخفاض اللي كيكون مور القذف فكيكون بشكل صغير وكيكون في وقت قليل ودغيا كيرجع التستوستيرون النيفو ديالو العادي. كاين بزاف ديال العوامل اللي كتاثر على التستوستيرون بشكل اكثر واللي خصنا نركزوا عليها، اهمها هي الماكله بحال الدهون الصحيه وبحال الزنك. الزنك اللي كنقدر نلقاه في اللحم، اللوز، الحوت، القطاني. وخصنا نركزوا على واحد الحاجه اخرى اللي هي تمارين المقاومه، حيت كما كنعرفوا ان تمارين المقاومه كتحفز العضلات ديالي، وداك التحفيز كيخلي الجسم ديالي يفرز التستوستيرون بنسبه اكثر وفي مده اطول. اذا كخلاصه لهذا الشيء كامل فالعاده السريه او الممارسه الجنسيه ما غاديش تاثر عليا بشرط انني ما نمارسهاش قبل لاصال مباشرة، ونحاول انها تكون بعيدة للحصة على الاقل بواحد 3 سوايع. وبطبيعة الحال فهنا انا كندوي على الممارسة السليمة. وواحد الحاجة اخرى في هذا الفيديو انا ما كنقولش لكم واش ديروها ولا ما ديروهاش، واش مزيانة ولا ما مزياناش، انا هنا كنحاول نشرح لكم العلاقة ديال العادة السرية او الممارسة الجنسية بشكل عام على الرياضة. هذاك القرار ديال انك ديرها ولا ما ديرهاش فكيرجع لكم
باسكو ما كنقولش لكم ديروها، ما كنقولش لكم ما ديروهاش، ما شفناش هذه من ناحيه دينيه ولا من ناحيه اجتماعيه ولا من... انا جيت وشرحت لكم اش كيوقع خلال الممارسه ومن بعد الممارسه وهذوك التغيرات اللي عندهم علاقه بالاداء ديالي في لاصال. اما واش ديرها ولا ما ديرهاش فهذاك القرار كيرجع لك وليك انت بوحدك. المهم كان معكم صابر فيتنس بالدارجه وغنبقى معكم ديما وبالدارجه. تلاو.